اولا كده معلم صلى على النبي، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. يلا بقى نبدا الحلقه. ده ليو بطل الانمي. بتبدا الحلقه بمكان مهجور بيتمشى فيه ليو، وبعدين بنلاقيه داخل على قلعه متدمره والشياطين بيعيدوا بنائها، وبنعرف انها قلعه ملكه الشياطين ايكيدينا. دخل ليو القلعه ووقف قدام ملكه الشياطين والاربع لوردات، وبدا يقدم نفسه وهو غني عن التعريف طبعا. انا ليو ديمن هارت، انا ملك الشياطين، وهو جه يتقدم عشان يبقى عضو في الجيش بتاعها، وانه على درايه كامله بالجيش لانه هزمه قبل كده لوحده. ايكيدينا بتبدأ تتنرفز وبتقول له خد، بس هو ما بياخدش. بيبدأ يحاول تاني عشان تقبله في الجيش، بتقول له خد تاني بس هو ما بياخدش برضه. بيقول لها طب دي هتكلم عن نفسي طيب، وبتقول له خد تالت ورابع. بيقول لها طب اقبليني وهنضف الحمامات وهكنس التراب ومش هزقه تحت السجادة والنبي. بس الملكة رفضت برضه، عشان من سنة كده تقريبا ملكة الشياطين وجيشها شنوا غزو مفاجئ على البشر، والملك في الوقت ده كلف ليو بقتل الجيش. وليو فعلا بيقدر يهزم الجيش بفضل اتقانه للقتال بكل انواع الاسلحة وكل انواع السحر، واعضاء فريقه كانوا بالنسبة له عائق فضل يعلمهم القتال، بس اكتشف انه كان بيضيع وقت، والوقت ده كان ممكن ينقذ فيه العالم 5 مرات. يا ابن الجامد يا ليو. لما الملكه طردته ما مشيش وسابهم، لا ده فضل يحاول اكتر من مره. بنلاقي الاربع لوردات متجمعين مع ليو من ورا ايكيدينا، لانها لو عرفت انه موجود معاهم هتولع في القصر كله، وطلبوا منه يحكي عن نفسه. قال لهم انا قدرت اهزمكم كلكم لوحدي، وده سبب كفايه ان اتقبل عشانه. ورد عليه الجنرال ادوارد انا اشهد على قوتك. ليو قال له انت من اقوى الناس اللي قابلتهم في الحرب، وواحد زيه المفروض يكون منصبه ملك الشياطين ويحكم العالم، بس ادوارد بيفضل انه يكون فارس لان ده بيتيح لي الوقت الكافي انه يكون مع بنته. بتقطع كلامهم ميلينس، ودي واحده من اللوردات. انا بشفق عليك عشان ما معكش حد ودايما وحيد. رد قال لها انا اللي بشفق عليك عشان متاكد انك مالكش صحاب. ودي كانت تاني جنرال ليو غلبه في الحرب، ميلينس الملقبه بالنصر الغير مرئي. قتالهم كان عباره عن سباق سرعه. ليو القى تعويذه المذنب القطبي، وبنكتشف انه دمر مكان تاريخي في المدينه بسبب التعويذه. تالت واحده ليلي، ودي حالتها حاله، كانت فاقده الذاكره وقابلها ليو وفضلت معاه لحد ما رجعت لها الذاكره وافتكرت مهمتها وبدات تهجم عليه، وطبعا اتغلب عليها بسهوله. رابع جنرال هي جنرال شوتينا، يقال انها اقوى من تملك السحر على الكوكب، وانها متقنه كل انواع السحر حتى السحر القديم. ليو اتغلب عليها بخطعه بسيطه جدا، القى تعويذه بتمنع اي تعويذه انها تتفعل جواها. يا ابن الحريفه ليو. شوتينا راحت على المطبخ بعد التعويذه دي، حرفيا بقت ضعيفه جدا لدرجه انها فضلت تعيط. شوتينا اتعصبت في القعده وقالت له انت جاي لي القصر. قال لها من الاخر كده البشر دول غدارين، يعني بعد ما هزمتكم ورحت للملكه ايكيدينا وهزمتها ارجع لهم بدل ما يرحبوا بيا يخافوا مني، والملك ارسل حراس عشان يقتلوني. يا للغباء، يعني اغلب الجيش كامل وكله عارف مدى قوتي ويرسلوا حراس يقتلوني. الشغلانه ما بقتش جايبه همها بيه. بعدها الملك طرده من الدوله، بقى مشرد في الشارع وبيعرف ان جيش الشياطين بيتعاد بنائه. على طول راح ركب اول توك توك وكان مكتوب عليه الدنيا كلها تمثيل وصعب تلاقي حد اصيل، وخمسه بكوا على الصحاب الغدارين، وجي على طول على القصر عشان يبني معاهم الجيش من جديد وياخد بطار من البشر الغدارين. شوتينا بتصغر له كده وتقول له انا فعلا حاسه انك مش بتكذب، وبيتفق انهم هيعينوا معاهم كفتره تجريبيه لمده شهر، وهي اللي هتبقى مشرفه عليه، ولازم ملكه الشياطين ما تعرفش. وبيتكلف ليو انه دايما يفعل تعويذه اخفاء عشان محدش يشوفه، وهيبداوا بتوزيع مهام اعاده بناء الجيش من تاني، ولو باين كفاءته الجنرالات هيرشحوا للملكه تاني عشان يتم قبوله بشكل رسمي في الجيش. ومن الاخر دولا بيقدم محتوى فاخر.